جيت باش نجاوب الناس اللي تيسولوني هذا السؤال فين ما تنحط شي فيديو كندير شي لايف تلقى نفس السؤال دائما ياك اعتزلتي العرض الله راه ماشي اعتزل راه الفيديو اللي حاطه لكم اللي كنهضر فيه على عيساوة تنقول انني حيت عيساوة انا كنخدم عيساوة كندير في قضيه ديال عيساوة فجات واحد القطعه حبستها وكنت انونسيت على الناس اللي تعيطوا لي واللي باقي تعيطوا لي لدابا فهذا الشيء اللي كاين انا راه ما اعتزلتش انا راه خدامه وتنخدم دي جي بحال دابا نيت خدامه دي جي تخدم دي جي تخدم اوركسترا عيالات على حسب الناس شنو بغاو تخدم المنشدات المنشدات راه ما عمرني حيدتهم اصلا حيت هي حرفتي الاصليه وهي خدمتي الاصليه وانا تلقى راحتي في الانشاد اكثر ولكن حنا مع الخدمه كما جاتنا ومع الناس ومع ظروف الخدمه هكا دايره العرس هذا تمشي لي راه ما يمكنش تخدم عرس بلا ما تخدم الشعبي العرس راه المغاربه معروف ان العرس عندهم هو الشعبي تيدخلوا الناس عندي تيقول لي لا راه تلقاوك في المديح وانت تجري المديحه جدك الشعبي راه في المديح تندير الشعبي مع المنشدات كندير الشعبي عباد الله راه ما كاينش شي عرس تاع المغاربه ما فيهش الشعبي فانا جيت نوضح ونجاوب هاد السيده اللي كتبت لي هاد التعليق المهم بعدا هاد السيده كتهضر زوين ماشي شي حد اللي تيهضر سميتو المهم انا وضحت ليك ونتمنى تفهموا كاع الناس كاملين باش ما نبقاش نعاود نفس الهضره انا اعتزلت عيساوي حيدت من عيساوة كخدمه واخا عيساوة في القلب وتنمشي مع عيساوة وتنتلاقى عيساوة ونغني معاهم عيساوة عادي ولكن انا ما بقيتش كندير عيساوة وبالنسبه لدي جي اوركسترا منشدات باقي كنديرهم وباقي تنخدم فيهم تحيه للحباب الزوينين اللي تيكتبوا لنا الكلام الزوين وحتى الناس اللي ما تيكتبوش الكلام الزوين تحيه ليهم وحنا كنوضحوا ليهم وهذا الشيء اللي كاين تحيه